ننتقل لفقرتنا الأخيرة العد العكسي مع العلامة سيد علي الأمين ضيف حلقة هذا الأسبوع من السؤال الصعب. سيد علي الأمين في فقرة العد العكسي تعتمد على الإجابات السريعة المختصرة معك 60 ثانية للإجابة على كل سؤال. أبدأ معك بهذا السؤال، مبدأ الدولة أو الدويلة داخل الدولة في لبنان هل تراه ماض إلى زوال؟ يعني لا شك بأن منطق الدويلة هو ضد التاريخ يعني وضد حركة المجتمع، ولذلك نحن نرى بأن الدويلة ستمضي وستعود لنا الدولة التي تكون مرجعية لنا جميعا. هل ما زال بالإمكان سيد علي الأمين للبنان غير الطائفي أن يفوز في النهاية، أم أن الطائفية يعني ستكون ربما يعني لازمة ملصقة به؟ لبنان اللاطائفي هو الذي سوف ينتصر كما رأيناه في المظاهرات الشعبية للانتفاضة الشعبية اللبنانية التي رفعت العلم اللبناني وحده في كل المناطق وفي كل الطوائف اللبنانية. حتى مع وجود حزب الله بترسانته العسكرية؟ هناك رفض شعبي لهذا السلاح من معظم الشعب اللبناني ومن كل الطوائف اللبنانية، وهذا السلاح لا بد وأن يندمج في مشروع الدولة اللبنانية، وإلا سيواجهه اللبنانيون جميعا. كيف ذلك سيد علي الأمين وهناك من يقول بأن قدرات الحزب العسكرية تفوق قدرات الدولة وقدرات الجيش اللبناني؟ كان هناك تنظيمات سابقا في لبنان كثيرة في زمن الصراعات، المنظمات الفلسطينية والأحزاب الوطنية، وأدى هذا السلاح إلى حرب أهلية، ولم يخرجنا منها إلا مشروع الدولة الواحدة بعد اتفاق الطائف. ولذلك هذا السلاح إذا بقي سيستدرج أسلحة أخرى ويكون هناك صراع، ولا يكون هناك مخرج إلا بالدولة الواحدة. هل السيد علي الأمين متفائل بنتائج التحقيقات الجارية حول انفجار مرفأ بيروت والمسؤولين عنه؟ يعني هذا التفاؤل في ظل التصدع الموجود في الجسم السياسي والقضائي والوضع الموجود فعلا في لبنان من الانهيارات الاقتصادية والسياسية، لا يمكن أن نتفائل إلا من خلال مشاركة دولية في هذا التحقيق. ولكن يبدو بأن مبدأ التدويل القضية مرفوض لغاية اللحظة من السلطات اللبنانية سيد علي الأمين، هل ترى في ذلك دلالات على شيء ما؟ يعني لا شك بأنه عندما ترفض هذه الدولة اللبنانية مع إمكاناتها الضعيفة للتحقيق ومع السيطرة على الجسم القضائي في من بعض الأحزاب الموجودة والمسيطرة، لا شك بأن هذا يدفع إلى أن نظن بأن هناك شيئا تخفيه هذه السلطات. بما أن تاريخك معروف سيد علي الأمين بأنك رجل متسامح، رجل تقبل الرأي الآخر وتؤمن بمبدأ حوار أتباع الديانات، كيف يمكن أن نزيد حقيقة من جرعة التسامح بين الشعوب في عالمنا العربي؟ تأتي من خلال الأنظمة والقيادات السياسية بأن تعمل على نشر كتاب الاعتدال، وهذه وثيقة الأخوة الإنسانية
التي يعني وقعت في أبو ظبي من قبل قداسة البابا والإمام الأكبر شيخ الأزهر يمكن تحويلها إلى كتاب مدرسي عالمي يدرس في المدارس وفي الجامعات من أجل نشر هذه الثقافة بكل اللغات. هل يمكن مراجعة برأيك التراث الإسلامي بدون أي حساسية من طرف هنا أو هناك؟ يعني لابد من مراجعة التراث الإسلامي بالآخر. التراث الإسلامي فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس صحيحا، ونحن لدينا طبعا مرجعية يعني يقينية نعرض عليها هذا التراث، وهي مرجعية القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة والمتفق عليها، هي يمكن أن تكون مرجعا لتصحيح هذا التراث الذي دخلت فيه كثير من القضايا الظرفية التي زال ظرفها وزمانها. أشكرك الشكر الجزيل ضيفي السيد علي الأمين، شكرا جزيلا لوجودك معنا في السؤال الصعب.